الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز الطيارة أحمد بن سيف الزفيل المهيري يقدم لنا الطيارة على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام شرف سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين ينطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك البحيرية محمد بن خميس بن محمد الشدي ينطلق مع المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس مشاهدينا الكرام، سادس المراكز هناك الغزيلة راعية الثيل هناك تنطلق مع علي بن خليفة بن بليش الاكتبي على سادس المراكز والمركز السابع. سابع المراكز هناك عالية سعيد بن خليفة بن رشيد السويد ينطلق مشاهدينا الكرام على المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز هذه هي وجنة عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز من الجانب الآخر هناك الشاهنية حمد بن راشد بن نايع الغفلي يتقدم على المركز التاسع والمركز العاشر. هذه هي الصائلة تنطلق مشاهدينا الكرام مبارك بن حميد بن مبارك الغفلي مع المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة بشوط الختام. نعود مع البداية، نعود مع الضبية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك يقدمها محمد بن علي المنصور يقدم لنا الضبية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك العنود على المركز الثاني حمد بن علي بن حمد البريصي المري يتقدم على ثاني المراكز والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك الطيارة متبطير الطيارة أحمد بن سيف الزفيل المهيري على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك الوصول أيضا من شرف سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين رابعا والمركز الخامس. خامس المراكز لمسه علي بن خليفه بن رشيد السويدي خامسا والمركز السادس. سادس المراكز هذه زعفرانه خليفه بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري يتقدم بن عاضد على المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز الشاهنيه حمد بن راشد بن نايع على غفلي مع المركز السابع والمركز الثامن. هناك حدث حمد بن صالح بن حسين بن علي بن جرحب ينطلق مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز مشاهدينا الكرام المركز الثامن، المركز الثامن هناك أيضا المركز الثامن من الجانب الآخر هناك الوصول هناك الوصول ايضا من الغزيلة علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي مع المركز الثامن والمركز التاسع. هناك عالية سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز وجنة عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي مع المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق. العنود على المركز الاول اللي غيرت البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط حمد بن علي بن حمد البريص المري يتقدم على المركز الأول. الضبية مع المركز الثاني محمد بن علي المنصوري يقدم لنا الضبية على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك شرف سيف بن محمد بن مطوع الخيارين ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك زعفرانة خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري رابعا والمركز الخامس. خامس المراكز هذه اللي وصلت حدث حمد بن صالح بن حسين بن علي بن جرحب على خامس المراكز والمركز السادس. سادس المراكز من الجانب الآخر لمسة علي بن خليفة بن رشيد السويدي ينطلق مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك جميلة علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي ينطلق مع المركز السابع والمركز الثامن. هناك الشاهنية حمد بن راشد بن نايع الغفلي يتقدم مع الشاهنية على المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز هناك وجنة عبد الله بن حميد بن سيب بن حميدان على المركز التاسع والمركز العاشر. الصائلة تنطلق مع المركز العاشر مبارك بن حميد بن مبارك الغفلي. هكذا النتيجة للعشرة المراكز
المراكز المنطلقة، ولكن خلاص المنعطف الأخير، حرك يا اللي تبى تحرك، قرب مطيك، خلاص شوط الختام. من يختم أيضا بناموس صباحي هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، العنود على المركز الأول، حمد بن علي بن حمد البريص المري القادم من المملكة العربية السعودية من ميدان الجزيرة بالتحديد، هنا يقدم لنا البداية. المركز الثاني الضبية، الضبية تنطلق مشاهدين الكرام، يبحث عن نقطة رابعة في هذا الصباح الرائع هنا لأهالي الوثبة. كافة ينطلق مع علي حمد بن علي المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز وجنه عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي مع المركز الثالث. 1200 يا اخواني، خلاص بدينا بالعد التنازلي، بدينا بالانطلاقه الاخيره، الانطلاقه السريعه نحو الفوز ونحو الانتصار والوصول من نهب. سعيد سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز هناك زعفرانه خليفه بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري خامسا، ولكن نعود مع الضبيه، نعود مع الضبيه على المركز الاول وصدارة هذا الشوط. محمد بن علي المنصوري يقدم لنا الضبية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط للمرة الرابعة على التوالي. يضيف إنجازه، ولكن بوحقب بدأ يعلن الخطورة، بدأت نهب تتسلل من مركز إلى مركز. سهيل بن سعيد بوحقب الشامسي مع المركز الثاني، يا سلام الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الضبية مسيطرة، الضبية تقود الأسماء المنطلقة مع البداية، مع الصدارة، مع الانطلاق. محمد بن علي المنصوري يقدم لنا البداية للمرة الرابعة. سلام الوثبة، سلام، واسعد الله صباحكم هذا بكل خير على هذا الفوز والانتصار الرائع هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع، وهي على المركز الأول. الضبية ترقص طرب مع شوط الختام، تختم أيضا أشواطنا في الفترة الصباحية. الضبية تهانينا والناموس. محمد بن علي المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت فيه وجنا عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، والمركز الثالث كانت فيه نهب سهيل بن سعيد بن حقب العامري. المركز الرابع كانت فيه أيضا العنود حمد بن علي بن حمد البريص المري، والمركز الخامس كانت فيها أيضا مرموقة علي بن هزيم بن محمد المسافري خامسا. هكذا مشاهدينا الكرام كانت تحدياتنا، وكانت الضبية هي من نالت ناموس هذا الشوط بشوط الختام. تهانينا والناموس لمالك الضبية محمد بن علي المنصوري، تهانينا والناموس والسلام لحالي الوثبة للمرة الرابعة على التوالي. 9:15 أربعة أجزاء من الثانية أفضل توقيت زمني يتسجل تحت أقدام الضبية. تهانينا لك يا المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت فيه أيضا وصول مع المركز الثاني. المركز الثاني كانت فيه أيضا وجنة عبد الله بن حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي. 9:19 ستة أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا ابن كعيب على هذا الفوز والانتصار الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. ثالث المراكز كانت فيه أيضا نهب سهيل بن سعيد بحقب الشامسي. تهانينا والناموس حيث قطعت مسافة السباق 9:20 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.